ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله معك سعيد من السعودية. اهلا وسهلا، كل عام وانت بخير. وانت بخير. والله الشيخ سمع الاغاني. نعم سمع الاغاني الشيخ. سمع الاغاني. نعم نعم. يجوز سماع ولا حرام؟ ان شاء الله الان الشيخ بجابك. اخي الكريم الاستماع من رب الحرمين، الله يوفقكم ان شاء الله. نعم مع السلامة. بس تعلوا لنا صوت من الجاليري. ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في هذه الأمة قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. هذا رواه البخاري في صحيحه. فهذا فيه دلالة ما ذكره أكثر العلماء على حرمة هذه المعازف والغناء الذي يصحبها، فلذلك لا خير في هذا ولا ينصح، بل إنما ينهى العبد عن أن يستمع إلى مثل هذه الأغاني. ويخشى أحيانا أخي الكريم أن تكون بعض الأغاني فيها تكذيب للقرآن، يعني هناك بعض الأغاني يكون فيها تحليل ما حرم الله، هناك بعض الأغاني يكون فيها الاعتراض على الله، فهذا يكون والعياذ بالله كفر، يعني ضد الدين، ومن رضي به وفرح به يكون راض بهذا الكلام. فأن يبتعد الإنسان عن هذه الأغاني وبدل ذلك يلجأ إلى أن يستمع الشيء الذي يستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، إلى خير الكلام، يستمع إلى مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا يمدحون الرسول، والاستماع إلى مدح النبي فيه ثواب، فيه يعني هو طاعة إذا صحح العبد النية لله تعالى. فبدل أن يستمع إلى الشيء المحرم ويكتب عليه معصية، يذهب ويستمع إلى الشيء الذي فيه طاعة ويكون له ثواب. يعني الصحابة مدحوا رسول الله، وبعد ذلك صارت مدائح الرسول تنتشر في شتى المعمورة، يعني المسلمين يمدحون رسول الله، وصار في ذلك من يضرب على الدف بمدح النبي، يعني أناشيد كثيرة بمدح النبي. وفي من الأناشيد الحث على الطاعة، أن نوجه الشخص أن يستمع إلى هذا ويعلم أولاده سماع هذا، بدل أن يستمع إلى الشيء الذي يقسي القلب. نعم.